للارتفاع. ضيفي الثاني هو السيد عبد اللطيف مكي القيادي البارز بحركة النهضة واللي ننتظر في وصوله بين الفينة والأخرى. رحب بك سيد أحمد. أهلا شلطفي، ونعتذر على المرة اللي فاتت فإني لابد بش نعتذر لك لأني معناها لأني ما رجعتكش معناها في الوقت، والله غالب فإني إن شاء الله ديما سعيد بالتقاءك لهنا وخارج استوديو بصراحة، لأنه أنا ما نعرفش علاش نحبك عايش كنا والله متبادل فإني شعور متبادل نظرا لبرامج القيمة نتاع شخصك أنت ونتاع الإذاعة هذه بالتحديد، وأنا بدي سعيد للحضور. نمشيوا للفقرة الأولى اللي عاودناكم بها، استعراض أهم العناوين اللي جات في الصحافة اليومية الجرائد اليوم. نمشيوا مباشرة لجريدة الصباح. جريدة الصباح تعلق صفحتها الأولى على الجريمة اللي صارت باغتصاب رضيعة عمرها 3 سنين. شوفوا حجم الفظاعة اللي قاعدين نوصلوا لها في البلاد. تقول جريدة الصباح متحدثة على المتهم في الجريمة هذه، مورط في حادث سليمان الإرهابية ومتوقع بالعفو التشريعي، هو الذي اغتصب طفلة 3 سنوات. في عنوان آخر بالبنط العريض تقول جريدة الصباح مواجهة مع الحكومة في الأفق، اتحاد الشغل يهدد بالإضراب العام. وفي عنوان آخر تقول زاد جريدة الصباح الشاهد اقترب بحذر من عش الدبابير في قطاع الطاقة، الصباح تكشف ما خفي من الفساد وكان أعظم. حق المسكار، بيتروفاك، فويجر، صفقات قد تطيح برؤوس كبيرة في الدولة. مشيوا جريدة الصحافة في صفحتها الأولى يكتب فيها محمد الكيلاني ويقول التقشف هو إعلان حرب على الشعوب والحريات والديمقراطية. لكن العنوان الأبرز اللي احتل صدر الصفحة الأولى جريدة الصحافة يقول غباء حكومي مستفحل، ابتزاز نهضاوي، رئاسة مترددة، هل دقت ساعة الخلاص. أبرز عناوين جريدة الشروق بطبيعة الحال تتوقف عند الحرب على الفساد والملف اللي وقع كشفه الأسبوع هذايا واللي أطاح بوزير الطاقة السيد أنور بنور والسيد كاتب الدولة وثلة من أبرز كوادر الوزارة هذه، بل أطاح بالوزارة برمتها. تقول جريدة الشروق في عنوان فرعي صغير تواجه انتقادات وتشكيكات، الحرب على الفساد طريق الشاهد للرئاسية. ننهيه مع جريدة المغرب. جريدة المغرب تخصص صفحتها الأولى تقريبا بالكامل، تحط صورة مواجهة بين يوسف الشاهد ونور الدين الطبوبي وتقول بسبب تعطل المفاوضات الزيادة في القطاع العام وإصلاح المؤسسات العمومية والتعليم الثانوي، الطبوبي منتظر يلوح بتنفيذ إضراب عام. بطبيعة الحال كما تروا أخبار ما تفرحش، يعني هذا ما ينبأ بعودة سياسية واجتماعية ساخنة وساخنة جدا، ولو أنه ربما السنة بالذات من نجموش نتحدث على عطلة سياسية ولا برلمانية، لأنه الصيف شهد نشاط كبير ومكثف. يعني كتل البرلمانية تكونت، أحزاب قاعدة يعني تتراجع في سياساتها، الجميع يستعد لموسم سياسي يبدو أنه سيكون استثنائي، والجميع يرمق في موعد 2019. هل ستحتمل تونس مزيد من التناكفات والتجاذبات بعد اللي عاشته الكل وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحانقة اللي قاعدة تعيشها بلادنا؟ في الحقيقة أسهل حتى عزام مغربي وراسه عريان اليوم في تونس ما عادش يملك الإجابة عليها. لكن أنا عندي كلمة نحب نقولها على ضوء الشيء اللي عشناه الجمعة هذه، لأنه بصراحة بالنسبة لي أنا ما كانتش أحداث عابرة، هي أحداث فيها الأخلاق الاجتماعي وفيها السياسي وعندها نقاط التقاء، ذاك اللي خلاها ما تكونش ربما عفوية. كنا في المدة الأخيرة والتوى مازلنا متحيرين على نفاذ الاحتياطي نتاعنا في العملة الصعبة.
وما تسألناش على تواصل تفادي الاحتياطي نتاعنا من الأخلاق الحميدة. وهذاك علاش اليوم خلينا نعيشوا أحداث ربما قرعت أجراس الخطر في البلاد. واللي صار الجمعة هذه في تونس يلخص بالضبط الحالة اللي وصلت لها البلاد. يعني كما قلت أسبوع يستحق بامتياز اسم الأسبوع الأسود. في أيام الدكتاتورية كانت عنا أيام سوداء مش أسابيع. الأسبوع هذا أعطانا فكرة على فظاعة انهيار القيمي والأخلاقي في المجتمع وفي الطبقة السياسية. وكانوا الأمطار اللي صبت في الأيامات الأخرى جات باش تكشف لنا على حقيقتنا البائسة التعيسة القذرة، حقيقة كنا متوقعينها مش بالفظاعة هذه. اغتصاب عائلة بأكملها، وفاة الجدة، واغتصاب بنت رضيعة 3 سنوات من قبل وحش آدمي، راجل معرس وعنده صغار ويخدم موظف في الدولة ومجمع اللي يتمتع بالعفو التشريعي. برشا مثلوها بحالة الاغتصاب الوحشي اللي تعرض له تونس من طرف أولادها، لأنه ما ثماش اغتصاب أفظع من أنه مسؤول برتبة كاتب دولة يبيع الدولة، بيع بلاده وطنه بمونجالا رولكس. أي مونجالا، هذه مشترة من الطبقة السياسية اللي تحكم فيها وفيكم، مسؤولين في أعلى هرم الدولة يبيعوا الدولة بمونجالا. وبالطبيعة هذا اللي تكشف وما خفية كان أعظم. وهذاك عليه يجينا روحنا اليوم في دولة المافيا، دولة العصابات، دولة السراق، دولة المرتشين، دولة المرتزقة، دولة أولاد الحرام، دولة أولاد حط لي تيت حاشا الأمهات. كاتب الدولة اللي بلا البلاد بمونجالا منه برشا في البلاد، وهو مشتر مسؤولين ما بعد الثورة، مسؤولين العهد الديمقراطي أو الانتقام الديمقراطي من الدولة باسم الديمقراطية. نسرق وننهب ونبيع ونشري بأي ثمن مونجالا، شيك بمليار يتصب في الحساب الخاص، بنك البي اف تي، نهب الأملاك المصادرة، أملاك الشعب التونسي، رشاوي، عمولات، هات اللي عندك وهز يا كمالة. بلاد بلا مالي، بلاد تحت بين يدين عصابات تسرق باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمؤسسات الدستورية. ورد بيك تتكلم ولا تنقد، تولي من أزلام النظام السابق، عندك مشكلة مع الديمقراطية. هي حتى الديمقراطية نتاعنا طلعت مسروقة، مزيفة، مضروبة. ديمقراطية المنصف بي، ديمقراطية امشي العزيزة، مأساة قاعدة تواصل منذ سقوط النظام السابق. صحيح كان فيه فساد وكانوا فيه فساد، أما اللي شفناه في 8 سنين هذوما عمرنا ما شفناه. قبل كانوا يسرقوا أما كان ثم ما يتسرق، واليوم سرقنا سرقنا للي ولينا نبيعوا في البلاد مونجالا. 400 وزير وكاتب دولة تعدي ولا تونس في 8 سنين، مكثرهم سرقوا ونهبوا وباعوا وشراوا، ولا من حاسب ولا من راقب. ومن بعد يقول لك شبيه البلاد فالسة، بلاد مادة يدها للطلبة. مباشرة بعد الثورة كانت تفكروا عشنا هيك الغزوة متاع المونجالا، قالونا الإسلام في خطر، بعد قالونا الدولة في خطر، يا أخي أنا نبيعوا فيها بمونجالا. وكي نتكلموا يقول لك فترة عادية وتو تتعدى، والمسؤول اللي يجي يغطي على سرقة اللي قبله باش يضمن أنه اللي يجي بعده يغطي عليه. ودخلنا الدولة تتوري نوري، وثورة تتوري نوري، تكشف نكشف. هذه كلمة السر اللي قاعدة تحكم بها اليوم البلاد، استرني نسترك، ولتذهب تونس وشعب تونس للجحيم. ناس استثرات في بضع سنوات، جاوا جواعة عرية قرية، ريقتهم سيل على مغانم الحكم، وجيعان وهبط في قصعة، ومن حينك دزت الكروش وعراضت الحناك، وكبرت المؤخرات لين ترشقت السراول، وترشقت معها فلس السراول، ومعها ترشقت عروق البلاد، وهما لحشمة لجعرة. هاو كيتقاتلوا على كريسي 2019، ويجا معايا يضمن بايك، والنتيجة مسؤول في الدولة يبيع الدولة، وباش يبيعها بمونجالا. الدولة ربيت وكبرت وقراته نهار اللي استحقاته بمحب مونجالا. يا ابو رب مونجالا، هذاك علاش قلت لكم الجمعة هذه جمعة سود على تونس. اما كالسواد اللي خلينا نشوفوا الامور على حقيقتها، من اللي باع بلاده مونجالا اللي اعتدى بالفاحشة على رضيعة وعلى جدة، شيء مربوط ببعضه، انهيار اخلاقي غير مسبوق. واحنا مازلنا نتشدقوا بالدستور والمؤسسات والهيئات والقوانين، ويقول لك العالم يحيي فينا وفي حتى شكون غير منا. لعنة الله على مخير فيكم حكما ومعارضة، لعنة الله على كل لقطاء السياسة اللي ابتلينا بهم باسم الديمقراطية. لأنه اللي بيع بلاده بمونجالا ولا بأي رشوة مهما كبرت أو صغرت، وهي في الوضعية الصعبة هذه ما ينجم يكون كان لقيط سياسي وكبول سياسي ومأبون سياسي. ربما هو قبل غيره يستحق نسلط عليه عقوبة فحص الشرج السياسي متاعه. بورقيبة مات ما عندوش مونجالا، وانت تبيع في البلاد بمونجالا، ملا حالة. خرج لي فاصل.